برنامج نافذة بعيون مهاجرة. في فقرته شخصيات مهاجرة. يستضيف هذا الأسبوع رئيسة مؤسسة مكي مرسيا بالديار الإسبانية الأستاذة ربيعة مرسيا. عنوان الحلقة: مؤسسة المكي مرسيا الدولية تزرع ثقافة المحبة والسلام والإخاء بين الشعوب. في عام 1970 تعرف شيخ الفنانين التشكيليين والنحاتين المرحوم المكي مرسيا على السيدة بشيرة العمراني، في بيت الفنان السينمائي البشير سكيرج رحمه الله، وتزوجها وأنجب منها كل من ربيعة، عبد الحي، وبديعة، وذلك ما بين سنة 1971 وسنة 1975. ولدت السيدة ربيعة المكي مرسيا في مدينة طنجة ببيت جمع بين أصالة الفن والثقافة ونفحة الخير والإنسانية، مما جعلها تهتم بالشأن الثقافي والفني وجمعوية بكل روح وطنية داخل وخارج الوطن. هاجرت السيدة ربيعة المغرب رفقة عائلتها سنة 1986 إلى الديار الإسبانية، حيث كانت إقامتهم وبالضبط بالعاصمة مدريد، وقد درست التسويق وإدارة المؤسسات. وفي سنة 1995 كانت تدير إدارة محلات الحلويات بانيغ بمدينة مدريد لمجموعة جاكيت الفرنسية. وفي سنة 2000 انضمت إلى العمل كعضوة في هيئة المستشارين أدادي الدولية فرع مدريد. وفي سنة 2004 أسست مشروع تجاري زمورة للاتصالات والألعاب الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت بمدريد، كما أنشأت مطعم مغربي تقليدي سلطانة في قلب العاصمة الإسبانية وبالضبط في بلازا إسبانيا مدريد، وكان من أجمل الفضاءات للتراث المغربي الأصيل، ذلك من سنة 2006 إلى سنة 2016، حيث اضطرت إلى إغلاقه بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بإسبانيا. وفي سنة 2016 قامت بإنشاء مؤسسة المكي مرسيا الدولية للثقافة بإسبانيا، وكانت المؤسسة معهد الثقافي لإحياء ذاكرة والدها الفنان التشكيلي المغربي الراحل المكي مرسيا الملقب بشيخ المبدعين المغاربة. وتهدف المؤسسة إلى المساهمة في التبادل الثقافي بين دولتي إسبانيا والمغرب والعمل على اندماجهما.
وقد قامت مؤسسة المكي مورسيا في وقت قصير بالنهوض بعدد من المؤتمرات والملتقيات والفعالية الثقافية سواء في إسبانيا أو في المغرب. وبخصوص الراحل المكي مورسيا تتابع السيدة ربيعة. المكي مورسيا هو ابن العلمي ابن المكي ابن أحمد مورسيا، أحد أحفاد الشيخ الصوفي أبو العباس المرسي، من مواليد مدينة مرتيل سنة 1934. التحق سنة 1950 بإحدى معاهد الفنون الجميلة التي أنشأها الإسبان بمدينة تطوان المغربية، حيث تتلمذ على أيدي مجموعة من الفنانين الإسبان، منهم الفنان ماريانو بيرتوتشي وتوماس فرنانديز باتيير. وتعبيرا منه عن حسه الوطني والنضالي، قام المكي بنحت الراحل محمد الخامس ممتطيا سهو جواده سنة 1953، مؤرخا لحدث نفي ملك المغرب من طرف الاستعمار الفرنسي. وفي عام الموالي قام بصياغة نفس العمل في لوحة زيتية، كما خلد شخصية الشهيد علال ابن عبد الله بلوحة زيتية كذلك، وقام أيضا برسم صورة الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم وأهداها للسفارة العراقية بالمغرب سنة 1962 كمساندة منه للقومية العربية، وإطراء لمعرفته الفنية والبحث في أفاق جديدة. انتقل المكي إلى إسبانيا، حيث التقى بالعديد من فنانين المدارس التقنية بكل من مدريد وبلباو وسان سيباستيان، وساهم في القيام بأنشطة ثقافية وفنية للتعريف بالتراث المغربي. سنة 1960 عاد الفنان المكي إلى المغرب، وبالضبط لمدينة الرباط، ليلتحق بإحدى أهم الفضاءات الفنية بالمغرب، ألا وهو رواق باب الرواح التابع لوزارة الثقافة. وتضيف السيدة ربيعة: يعتبر المكي مورسيا من بين الفنانين المغاربة الأوائل الذين حملوا هموم الوسط الفني التشكيلي، وقام بتأسيس أول جمعية وهي الجمعية الوطنية للفنون الجميلة بالرباط، تهتم بالدفاع عن القضايا والأوضاع الاجتماعية للمنتمين إلى مجال الرسم والنحت والثقافة، والتي رأت النور سنة 1965 بعد صراع دام أكثر من 4 سنوات، وكان السيد المكي أول كاتب عام للجمعية. وكفنان أصيل، كان المكي يؤمن بأن الفن لا يمكن أن يباع أو يشترى، ولكنه هو تعبير وإحساس يتجاوز الفئة الضيقة إلى عموم الناس، كما خلق له إحساس بالمسؤولية تجاه فنه وعمله. لذلك حينما ألم به المرض وضاقت به سبل العيش، تراجع عن الإنتاج في بداية السبعينات إلا في حالات نادرة كان يقتصر فيها على رسم لوحات كهدايا لأصدقائه المغاربة والأجانب، مما جعل أعماله مبعثرة في أماكن متعددة بين أوروبا وأمريكا وآسيا. وكأغلب الفنانين العالميين، توفي الفنان المكي مورسيا بمسقط رأسه بعد صراع مع المرض وظروف العيش القاسية يوم 28 فبراير من سنة 1984. وأضافت السيدة ربيعة أن الغاية من إنشاء مؤسسة المكي مورسيا للثقافة والإبداع هي فكرة انبثقت من رحم التعلق بروح الوالد
رحمة الله عليه، وهذا أمر امتدته روابط أولا إلى علاقة الأبوة والمحبة التي نشأنا عليها في علاقتنا به وعلاقته بنا، ثم ثانيا لأنني عايشت الوالد من خلال محطات إبداعية وفنية أحمل ريشته وأجهز لوحته وأهيئ صباغته، مما جعلني مرتبطة بفن التشكيل ارتباطا وثيقا. ثم أن بيت الشيخ المبدعين كان القبلة للفنانين، وهذا جعلني ذات علاقة بالأسرة الفنية المغربية، مما جعلني منفتحة على هذا المحيط من الفن والإبداع. من هناك بدأت فكرة إنجاز مؤسسة لتخليد ذكراه، وعن ذاكرة المؤسسة وفعاليتها تقول السيدة ربيعة: المؤسسة لم يمر على تأسيسها الوقت الكثير، لكنها راكمت تجربة مهمة رائدة، وكانت حاضرة في الساحة الإسبانية وكذلك في المحافل الوطنية المغربية. أما فعالياتها فهي كثيرة، فإني أود أن يتحدث عنها الآخر، لأنني أرى دائما أننا ما زلنا في البداية رغم أن المؤسسة وصلت للعالمية. ومن بينها الملتقى الدولي الأول لمؤسسة المكي مورسيا الدولية للثقافة بمدريد تحت شعار جميعا من أجل ترسيخ قيم التعايش والسلم، الذي كان في قلب العاصمة بساحة الملكة إيزابيل. وقد شهد الملتقى مشاركات واعدة من مختلف الدول العربية والأوروبية في مجالات الإبداع على مستوى الفكر والفن والتاريخ والتراث المغربي وبالخصوص. ونظرا لتنوع وثراء مواد الملتقى الفنية والإبداع، فقد تشكل الجمهور من مختلف الشرائح، ولم يتوقف المتابعة على مدار 3 أيام من الساعة 12 ظهرا بوصلات موسيقية ومعرض دام للتراث المغربي إلى منتصف الليل. ففي المجال الأول نظمت المؤسسة ندوة علمية حول التعايش السلمي شعار للملتقى، فأدلى بدلوهم أساتذة وباحثون ومفكرون وفنانون وشعراء ومبدعون من إسبانيا وفرنسا وهولندا وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والمغرب وغيرها. وعلى مستوى الفن قدمت وصلات موسيقية من التراث الإسباني والمغربي مع فضاء مفتوح للرسم والتشكيل، شارك فيه مبدعون بلوحات فنية جسدت حقيقة التعايش ومفهوم السلام. وعلى صعيد التراث المغربي أقيم حفل العرس على مدار 3 أيام لتعريف بطقوسات تجهيز وزينة العرائس ونقش الحناء المغربية وكل عادات العرس التقليدي المغربي البهيج. وأخيرا تبقى تظاهرة الملتقى الدولي الأول لمؤسسة المكي مورسيا شاهدة على دور ريادي لعبته المؤسسة في أوساط أوروبا بالانفتاح على الجمهور الإسباني والعربي والأجنبي في الهواء المطلق، مع ما حققته من معاني التعايش والتعارف السلمي تحت يافطة المحبة والمودة والإخاء. وفي الختام تسدل الستار السيدة ربيعة هذا الحوار بالكلمة التالية: لن تتوقف مؤسستنا بين الحين والآخر عن الإعلان عن مشاريع مستقبلية دولية عالمية جد هادفة تعالج قضية التعايش والسلم والحوار الحضاري عبر قاطرة الثقافة والفن. أيها الحضور الكريم، باسم مؤسسة المكي مورسيا الدولية للثقافة وباسمي الخاص أرحب وأحيي أجمل تحية للسادة الكرام. أولا وقبل كل شيء أقدم ألف شكر لسعادة الدكتور موسى عودة سفير دولة فلسطين بإسبانيا على الترحيب وعلى التعاون. إنه لمن دواعي سروري أن ألقاكم في هذا الحفل الثقافي بمناسبة اختتام المعرض الفني المرأة روح التعاون بين الشعوب. بعد نجاح حفل الثقافي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ها نحن اليوم نواصل نفس المسار، مسار الإبداع والمحبة والظهور للآخر، مكرسين الفن والجمال من أجل ذلك.
فهذا اللقاء هو محطة من محطات الجسر الثقافي التي تسعى مؤسسة تنمية موسيا الدولية للثقافة إلى مده بين العالمين الشرقي والغربي، واللذين وإن كان يبدوان مختلفين إلا أن القيم الإنسانية كفيلة أن تذيب الفوارق بينهما معا من أجل السلام. وعاشت فلسطين حرة عربية أبية وعاصمتها القدس الشريف والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. فمرحبا بكم وشكرا وتقديري للجميع. عاشت فلسطين حرة. عاشت فلسطين حرة. Cultural Internacional Meki Moursia bajo el título La cultura es paz y fraternidad. Con origen Madrid, acamparon en Maracena el pasado 18 de octubre, donde hubo una amplia celebración de diferentes actos culturales, conferencias, recitales poéticos y musicales y la inauguración de una exposición de obras pictóricas del autor Meki Moursia, quien falleció en 2006. Afirmar y reafirmar que la cultura es el único camino hacia la paz entre los pueblos y las sociedades y las comunidades. Conociendo al otro a través de la cultura es como se hace la paz entre los pueblos y entre las comunidades y sociedades del mundo entero. Sin cultura no puede haber paz. La Casa de la Cultura es sede de una exposición que muestra principalmente la caligrafía árabe. El escultor Jamal Din hizo de traductor en la recepción de dicha exposición entre los asistentes y uno de los hijos del autor. La presidenta de Meki Moursia, hija del escultor y pintor del instituto que lleva su nombre, quiso explicar lo complicado que ha sido que estas obras llegaran a España, las cuales se podrán visitar durante estas semanas en Maracena. Inauguramos esta gran exposición en homenaje a un gran artista caligrafo iraquí, Mohamed Abdelrida Jassim al-Qarmali, que ha sido uno de los grandes en su especie y nos ha dejado una huella muy importante, y llevamos años pensando cómo podemos traerlo aquí a España. Ha sido muy difícil, que no es fácil, porque en Irak prohíbe totalmente que las obras salen del país. سوف يكون لنا لقاء مفيدا ومتميزا معها، فكونوا معنا في الموعد يوم السبت على الساعة 9 ليلا بالتوقيت الأوروبي، الساعة 8 ليلا بالتوقيت المغربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.